كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليقيض بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلم فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. مكعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شماظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يضربه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتانيات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل الشيطان. كفروا ليزغونك بأبصارهم لما سمعوا ذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ويكاد الذين كفروا ليزغونك بأبصارهم لما سمعوا ذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. فَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْغُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. فَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْغُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. فَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْغُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. فَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْغُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَ وَيَقُولُونَ إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. فيكاد الذين كفروا ليزغونك بأبصارهم لما سمعوا ذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
ويكاد الذين كفروا ليزغنك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون فما هو إلا ذكر للعالمين ويكاد الذين كفروا ليزغنك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون فما هو إلا ذكر للعالمين ويكاد الذين كفروا ليزغنك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون فما هو إلا ذكر للعالمين ويكاد الذين كفروا ليزغنك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون فما هو إلا ذكر للعالمين آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين اللهم نسألك بكل اسم لك أن تشفيه اللهم اشفه اللهم